السلام عليكم متتبعي قناة أوتو رشيد للإبداع والتنوع. دائما مع سيارة شيفرولي. اليوم جبت لكم فيديو جديد عن تغيير هذه الأضواء الداخلية لتكون في هذه لاكوموند تاع الكليماتيزاسيو هذه والبوطون هذه اللي تغير المسار تاع الهواء سواء بارد او سخن. كما راكم تشاهدوا دروك ندير كونتاكت باش تفهموني مليح. راكم تشوفوا لهنايا الاضاءه راهي مليحه، هنا 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 وهنا وهنا. لهنايا بدات تنقص لان ما كانش كاع. المفروض تكون لهنايا لومبا لهنايا شاعله. لهنايا في هذه المنطقه كاين ربع مصابيح صغيره باش تشوفوهم. راح نوريكم الموديل تاع المصباح. هذا هو المصباح صغير، جيرك بواحد هنا واحد هنا واحد هنا واحد هنا. انا هذه الجهه اليسرى راهي شاعله، الجهه اليمنى المصباح في الجهه اليمنى راهو محترق. واش نديرو؟ لازمنا نحيو هذه باش نوصلو اللومبه هذه ونعاودوها. على بركه الله واش نديرو؟ نفتحو هذا بلاستيكه هذه. كيفاش نفتحوها؟ كاين ادوات خاصه فتح البلاستيك هذا بما تجرحوش وتفتحو بما وما يتكسرلكش. انا ما عنديش هذوك الادوات الخاصه بلاستيك كي يجي معوج. عندي الموس هذا هنا، كي نقيس هذا البلاستيك على بالي بلي نقيس هذا بلايص نجرحه. واش ندير؟ حبيت نغلفه بالسكوتش بما يجرح ليش، يكون واقي على هذا البلاستيك. نكون نغلفو ونرجع عليكم. اول حاجة ننحو البوست هذا، ندوز هكذا وننحو طب جهة هذه. هاني غلفته باش ما يجرح ليش البلاستيك. كاين هنا مكبه لهنايا كروشي، وهنا ربعه. انتوما كي تنحيو نحيو بعقولكم. دخل الموس هنا، او كاينه طريقه اخرى بهذه او طريقه الخيط اذا ما حبش يتنح. دخلوا الداخل دخل الخيط هنا او تنح اللور او تنح نعقب من وراه هنا. هاو تنحنا هذا، نزيد نمشي او ركبو منا. هاني نحيت هذا نعقب الخيط هذا ها لهنايا نزير ونجبد. هاو تنحى شوفوا هاني نحيته ها. هذا كروشي الاول ثاني سافوه بما يتكسر لكمش. هذه
الدخان هذه نحبط هكذا ونحيها، نعطيها بجهة هذه القطعة هذه تاع البلاستيك نحيوها. هكذا ساعف هذا يغيب عقلك. ايوا غيب عقلك، تخدم خدمة شابة ما تكسرش. هذا انهم هذا بلاستيك، بلاستيك هذا ماهوش لي قوي بزاف. حطها بجهة، ها كاين لهنايا فيس، هنا كاين، هنا وكاين هنا راكم تشوفوا فيه، وكاين هنا. ان شاء الله راني نفيدكم بالفيديوهات تاعي. ماذا بكم ديروا لنا بارتاج الفيديو غلطت في الفيس. ندير لكم الفيديو ثم شوفوا الفيديو تاعي وعاونونا بالبارتاج وعاونونا بالإعجاب. كاش كومونتير خلونا لي كومونتير تاعكم، الشيء اللي نقدر عليه نعاونكم به بإذن الله. بس هذا الأول، هذا من بعد نحيو هذه. هذه تكون عالقه، كاين اللي فيش فيها لهنايا، وكاين واحد الخيط دروك نوري لكم وين يجي راكب. هذا هو اللي نحيوه، طبقوا هكذا بسهوله خرج لهنا رانا تحت المقود باش تكونوا باش تعرفوا برك. هاي نحينا هذا الكابل، بعد نحو الفيس هذا. نحو البلاستو، بعدين نعاودو نرجعو البلاستو. خلاص خوتي، من بعد نرجعو المكان تاعنا الفوق، خاطر الكابل هذا شو عندك وراه يمشي هنا يركب هنا. نحينا الكابل، هاي خرجت لهنايا. نحو لي فيش، كاين فيشة هنا وكاين هذا الكابل وكاين الكابل نتاعنا هذا وكاين لا فيش هذا. هذه نحيوها حيتها ونزيدو هذه لا فيش ثاني نحيها. راكم شفتو نحيت هذه لافيش الاولى، ومن بعد نحو هذه لافيش تاع فيديو تراس هذا، من بعد نحو هذه لافيش هاي تنحت تحت هذه. واش يبقى لنا؟ يبقى لنا الكابل هذا، الكابل هذا تاع القفله هذه، يبقى لنا الكابل تاع هذا. واش نديرو؟ نحيوه بنفس الطريقه اللي نحينا به الاسفل. هذا الكابل نحيوه هكذا، هاو تنحى، ها تهبطو لتحت، تهبطوه لتحت باش يتنحى، باش تجبدو بجهه، تهبطو لتحت. هذا نفس الشيء، هكذا ها اخرج، اخرج بكل سهولة. وهذا رانا نحيناه، من بعد واش يبقى لنا؟
حين هذا نحين هذا نحو هذه الافيش. ونزيد النحو نحو هذا. هذا الكروشيات هذا نحي تخرجهم هكذا يخش. وهنا راكم عارفين كيفاش دخل انا نحيناه. كما راكم تشوفوا خاوتي هاني نحيتها نحيتها. نحيتها هالي فيش تاعها هذه وهذه تركب هنا. واش ندير هامل هنايا لي لومب لي نحينا عليهم لي رانا دايرين عليهم فيديو. هذا اللومبا رقم واحد، رقم اثنين، رقم ثلاثة، ولا هنايا رقم ربعة. المفروض رقم ربعة هي اللي هاي دايره المشكل. لانس رقيق باش يساعدكم. انا ما عنديش، نحاول بهذا هنا. تبع السهم ندور في اتجاه عقارب الساعة. شوف خدمت بها، تدخل هنا وتزير وتعاود التزيار على عقارب الساعة والعكس باش تنحي هكذا وتنحي. ها تنحي نحات كما راكم تشوفوا لهنايا، راكم تشوفوا فيها خضراء، لذلك في الطابلو كي تشعلوه في الفترة الليلية يبان الطابلو خضر خضر، لأنه كان هناك هذا الشابو بلاستيكي هذا. هو نحيوه نوريكم. أنا نحيناها. هذا هذه هي اللومبا، الشابو هذا البلاستيك يتنحى باش يعطي لون أخضر لداخل المقصورة. قلت أني نحيته. هذا ما توتروش، أنا داخل المقصورة ركبوا لافيش هذه باش نجربوا اللومبا تاعنا. باش نضربك نديرو كونتاكت. هاد اللومبا تاعنا راهي شاعلة، طفوها تطفى. بعد نحو لي فيش تاعنا كما راكم تشوفوا الضوء تاعنا شاعل. نديروا له الشابو هذاك تاع البلاستيك الاخضر باش يعطي الاضاءه الداخليه تكون خضراء. المهم لهنايا راكم تشوفوا لهنايا راهم كاع خضر الا هذه الجهه اللي ما كاش فيها الضوء. دروك نركبوها في بلاصتها ونشوفوا. هاي شعلت
هاي شعلت، شتو اللومبا هذيك؟ اللومبا هذيك ماشي غالية، أنا شريتها 3000. المهم خاوتي، هاي هي اللومبا اللي نحيتها مع الشابو تاعها، نحطهم جهة وننظف. كم تشوفوا اللي هنايا الغبرة، الغبرة في هذه الأماكن، ماذا بيكم تنظفوا أوكازيون اللي نحيتو نظف. أنا غادي ننظف خاوتي اللي هنايا، تشوفوا البلايص، شوفوا هذا مليح، الروده هذه شو الريغلاج، هذه راهي تمشي. عند هذا بكم ديروا لاغريس هنا، ديروا شو تاع لاغريس هنا، مام هنا تعاودوا تقلبوا الجهه الاخرى تانيك، ننظف ونعاود نرجع لكم خاوتي. راني نظفتها مع ذاك الغبار هذاك شوي شوي، ودرت لهنا لاكريس باش تكون سهولة في الحركة هذه، نبها هكذا تكون ثاني، ديرلها لاكريس، درت لها شوية تاع لاكريس من بعد ركبوا اللومبا تاعنا في المكان تاعها. هذا ما بلاصة واحدة ما تدوخوش، هذا بلاصة واحدة تشكها ما تدور ما والو، هكذا من بعد ندير الشابو تاعها اخضر هذا، زيرها مليح باش ما يروحش. من بعد كيما خاوتها هنا هنا هكذا، دروك نعاودو نركبو لي فيش تاعنا لي كابل تاعنا ونسيو نركبو. وآخر حاجة نركبو الكابل هذا، كما قلت لكم على بركة الله نبدأ عملية تركيب. ركبوا لافيش تاعنا هذه وهذه، من بعد نحينا الكابل هو التالي هذا، ركبوا في بلاستو ولا هنايا ركبوا ثاني هنا ونزيروا عليه، هايا راهو ركب. من بعد ركبوا هذه لافيش، هذا الكابل الكابل هذا نفس الشيء هنا من تحت ركبناه في المكان تاعو، ونزيدو نقربوه لهنايا باش يجي، هذا نزير عليه ركب. من بعد قناة الكابل هذا نفس الشيء، نفس الشيء ركبوه في المكان تاعو، مكان ضيق برك، ما هو يركب في بلاصتو معنا ما يدور ما والو، هكذا باش الكابل يكون يساعدني. هكذا نركب لهنايا راكم تشوفوا في بلاستو، ومن بعد نرجعوا شويه ونقدموا زاير عليه، ها هو ركب. من بعد عندنا لي فيش تاعنا، فيش هذه ولا فيش هذه، ركبوا ما فيش هذه. من بعد تبقى لنا اخر شيء اللي هو افيش فدو تراس هذه. لعلمكم كاينه اللومبا اللي هنايا تاع فدو تراس،
لي ما تشعلوش هذه، كاينه لومبا الداخل. خطره اخرى ندير لكم باذن الله فيديو عليها، ولا ديروا لي لي كومونتير كشما واحد ما يعرفش كيفاش ينحيها، ندير فيديو باذن الله. ركبوا لافيش الاخير اللي هنايا، نعاودوا نتاكدوا كاينه لافيش اللي هنايا تاع فيديو تريس. الكابل هذا تاع القفله تاع الاماكن تاع الهواء، سواء العلوي او السفلي او الامامي. من بعد لافيش هذه اللي في الوسط تاع القفله هذه تاع لافيتاس تاع المروحه. من بعد الكابل هذا تاع النسبه تاع الحراره او البروده. لافيش هذه الاخيره اللي هنايا تاع السلك تسخين الزجاج الخلفي، هذا كيديروه. ركبنا كل شيء في المكان تاعو، درك واش نديرو؟ نرجعوه لبلاصتو على بركة الله. هكذا من بعد رجعناه المكان تاعو، ركبو ليفيس تاعنا، وان شاء الله تكونوا استفدتوا معايا. كان لي يمل من الفيديو، كان لي يستمتع به. انا ما انا راني ندير لكم في التفاصيل المملة سهلة. ركبنا الفيس تاعنا، انا مازال لنا ثلاثة، هنا نديرو عملية ونجربو اللومبا تاعنا اسكو راهي تشعل ولا ماهيش تشعل. راني ظلمت شوية الحالة لأني راني نخدم في النهار، ظلمت شوية الحالة باش يبالكم الفيديو مليح. رواك انا كما قلت لكم راني ركبت فيس، الاخرين مازالوا. دروك نشوف، ها راكم تشوفوا لهنايا الضوء اللي هنايا راهو شاعل، لهنايا لهنايا ولهنايا لهنايا. هذا الجزء هذا كما راكم تبعتوا معايا كان طافي، دروك راهو شاعل، فهمتوا؟ الحمد لله يا ربي نجحت العمليه وعاودنا هذيك اللومبا بطريقه جد وسهله. واش نديرو دروك؟ نعاودو نركبو القطع تاعنا، ما تروحوش بعيد وتبعوا معايا الفيديو الاخير. خوتي انا هنا تشوفوا انا ركبناه، ونزيرو وتر نفيس، ونعاودو وحنايا كملنا هذا الجزء السفلي. خاوتي رانا ركبنا هذاك الكابل لتحت، دركو واش باقي لنا؟ لي فيس تاعنا نركبوهم، ركبو لي فيس تاعنا، نركبو الاخرين تاعنا لي كاش هادو بلاستيك. من بعد فيس عندنا رقم هذا رقم ثلاثة، ان شاء الله الفيديو هذا انفعكم جماعة. بارتاجيو الماكسيموم هذا الفيديو باش الفائدة تعم، باش الناس تعرف هذا المكان هذا جد هام، خاصة في الفترة الليلية. الإضاءة لازم تكون متوفرة في هذا المكان باش تسهل عليك عملية التحكم، تحكم فيه بكل سهولة. المهم ركبنا لي فيس تاعنا وتأكدنا باللي راهم مزيرين، واش نديرو؟ مروك كاجان تاعنا هذه البلاستيك نمسحوها، نمسحوها ركبنا
لا كوموند هذه تاع تاع البوست. واش يبقى لنا؟ يبقى لنا الجزء هذا، تكتب هنا، ومن بعد هذه ربات، هذه تعال السيجاريات هذه، أنا ركبناها في بلاصتها. إلى هنا قد وصلت وإياكم إلى نهاية الفيديو، إن شاء الله يعجبكم. ما تنسوش تدعموا القناة باللايك، نقر على الجرس والاشتراك للذين لم يشتركوا ليصلكم كل جديد. وراكم تشوفوا لهنا في النتيجة في الأخير، ها هو هذا المكان اللي نحينا عليه كاع الجزئية هذه. تهلاو في رواحكم خاوتي، ونتلاقاو في فيديو آخر بإذن الله. سلام عليكم.